سنشتغل بإذن الله على جانب أساسي وهو الجانب المنهجي في الكتابة الفلسفية، لأن الكتابة الفلسفية مشكل يطرح بالنسبة للعديد من التلاميذ. صحيح أننا في مجال المادة وفي مجال دراستنا لا نراهن فقط على ما يمكن أن ننجزه في الامتحانات الإشهادية، بل المقررات الدراسية تسعى إلى تكوين مواطن، إلى تكوين وإنشاء إنسان، ولكن هذا لا يلغي أنه في إطار هذا التكوين أننا نمر بمراحل فيها نوع من الاختبارات، فيها نوع من المواقف التي لا بد منها من أجل أن ننشئ هذا الإنسان. في هذا الإطار نعرض إلى ما يمكن، هو هذا العرض هو استئناس، هو أننا نفتح أعيننا على بعض الأساسيات التي يجب أن تحضر في الكتابة عموما وفي الإنشاء الفلسفي بوجه خاص. إذن لا كتابة، كيفما كان الموضوع، أن تتم بدون فهم للمطلوب. هذا الفهم هو فهم مؤسس، يتأسس على استيعابنا للدروس، على فهمنا لما أخذنا، على امتداد علاقتنا بالمادة، وعلاقتنا بالمادة تتحدد على مستوى 3 سنوات. إن الامتحان الإشهادي لا يكون إلا في السنة الثانية بكالوريا، ولكن نحن نبدأ الفلسفة من الجذع المشترك، ثم السنة أولى بكالوريا نطلع على تاريخ الفلسفة، على مواقف الفلاسفة، على نوع من التفكير ديال هؤلاء، وأيضا وبالمقابل أيضا نمارس أو نجتاز بعض الاختبارات الفصلية في إطار التهيئ للامتحان الإشهادي الذي يكون في السنة الثانية. إذن الامتحان الإشهادي أو امتحان البكالوريا هو تقويم في هذه السنوات 3 فيما تعلمناه على الجانب، في الجانب المعرفي وفي الجانب المنهجي، وما ركمناه من معطيات، من معطيات معرفية، ومن أيضا تقنية اشتغال، كيف أننا نشتغل على، ما معنى أن نشتغل على التحليل، ما معنى أن نناقش، ما معنى أن نصوغ خاتمة. لا شك أن أي أستاذ وعلى امتداد سنوات 3 أنه يراهن ضمن ما يراهن عليه في عمليته التعليمية التعلمية على هذا الجانب المنهجي، لأنه يعرف أن تلميذ سيمتحن أو سيجتاز امتحان في السنة الثانية بكالوريا يجب أن تظهر فيه كل المعطيات التي تعلمها معرفيا ومنهجيا على امتداد 3 سنوات. إذن كل كتابة لابد أن تتأسس مبدئياً على الفهم. فهم ماذا؟ فهم المطلوب. نحن سنشتغل على 3 صيغ، سنختار منها صيغة واحدة في الامتحان الوطني. نكون أمام 3 صيغ: صيغة النص، صيغة القولة، وصيغة السؤال. بين هذه الصيغ 3 قواسم مشتركة، وهناك بعض الفروق الجزئية في الجانب المنهجي تفصل صيغة عن صيغة. إذن يجب أن نكون قد يعني تمرنا على الصيغ 3، تمرنا على الاشتغال على النص، على معنى، ما معنى أن نفهم قولة وأن نحللها وأن نضبط أبعادها ونشتغل عليها. تعلمنا أيضا أن نجيب على السؤال وأن نشتغل عليه، رغم أن السؤال هو جزئي، وأغلب التلاميذ يفضلون أن يشتغلون على النص لطبيعة الكم المعرفي الذي يتوفر عليه، والذي ييسر لهم أو يوجههم أحياناً إلى الاشتغال. ولكن هذه الصيغ 3 هي صيغ يجب أن نتمرن عليها على امتداد السنوات التي درسنا فيها الفلسفة. على أي سنحاول أن نلخص أهم
عناصر الاشتغال انطلاقا من مثلا سواء تعلق الأمر بالنص أو تعلق بالقولة أو تعلق بالسؤال. سنراهن على الجوانب أو القواسم المشتركة بين هذه العناصر الثلاث، ونشير بين الحين والآخر إلى الجزئيات المتعلقة بكل صيغة على حدة. إذن أول مسألة يجب على التلميذ أن يعرفها أن أي كتابة والكتابة الفلسفية لا تخرج عن ذلك تتطلب منا أن نكون على اطلاع على مقررنا الدراسي. اطلاع معناه فهم هذا المقرر، فهم تمفصولات مجزوءاته، فهم المفاهيم المؤسسة لهذه المجزوءات، ضبط مجموعة من المواقف التي ستساعدني في التحليل، ستساعدني عفوا في المناقشة. إذن لا كتابة بدون فهم، والفهم يتأسس من الاطلاع، يتأسس من الدراسة، يتأسس من الاطلاع على المقررات وعلى تدعيم هذه المقررات بمطالعات متعددة، ويتأسس أيضا من خلال أننا تمرنا على الاشتغال وأننا أخطأنا وأصبنا من أجل أن نصل في نهاية المطاف إلى محاولة كتابة موضوع تتوفر فيه كل الشروط التي تجعل منه موضوعا في المستوى. أول عملية لكي نتحدث عن الاشتغال في الفلسفة، طبعا بعد فهم المطلوب، بعد اختيار الصيغة، نفهم ونختار الصيغة، نختار الصيغة التي سنشتغل عليها، لأن الاختيار مسألة أساسية. نختار ما نجد أنفسنا قادرين على الاشتغال فيه. قد أقف أمام اختيارين، أشتغل على النص أو أشتغل على القول، أشتغل على النص أو أشتغل على السؤال. هنا هذا الاختيار تحدده مسائل مضبوطة، مستوى اطلاعي على المجال الذي يطرح فيه النص أو القول أو السؤال، قدرتي على استيعابه، ومشي فقط أنا استوعب وإنما استيعاب من أول منطلق ديال الكتابة إلى آخر الكتابة. كنكون ضابط المواقف اللي غنشتغل بها، كنكون عارف معنى أنني غنحلل، كنكون عارف قبل ذلك طبيعة الإشكالات التي سأثير، وعارف مبدئيا المجال الذي يتأطر فيه. إذن أول مسألة أن أختار، وثاني مسألة أختار بناء على فهم. إذن لنفرض تم هذا الاختيار، أول عنصر في الكتابة الفلسفية هو المقدمة والتأطير الإشكالي. خطوة مهمة وأساسية في أي كتابة، لا يمكن أن أحلل أو أناقش بدون أن أضع الإطار الأساسي لهذا التحليل وهذه المناقشة. هذا الإطار يتم من خلال المقدمة. المقدمة هي عبارة عن تعاقد بين التلميذ وبين المصحح، هي عبارة عن المعطيات الأساسية التي سيتم الاشتغال عليها في التحليل والمناقشة. يجب أن تكون المقدمة مضبوطة، يجب أن تكون مصاغة بطريقة ذكية، ويجب أن تعطيني فكرة ملخصة ومختصرة عن المجال الذي أشتغل فيه، لأنني سأكون مثلا في الامتحان الوطني بين أكثر من مجزوءة وبين أكثر من مفهوم، فهذه المقدمة كتنقلني من العام الخاص، كتحطني في إطار، تضعني في إطار الاشتغال، إطار ما سأشتغل عليه. سأشتغل على مجزوءة الوضع البشري، سأشتغل مثلا على مجزوءة المعرفة، سأشتغل على مجزوءة السياسة، على مجزوءة الأخلاق. المجال الذي سأشتغل فيه يجب أن يكون واضحا في هذه المقدمة. والمقدمة حينما أقول مثلا مجزوءة الوضع البشري، مثلا مجزوءة الوضع البشري إطار عام فيه مفهومين مركزيين، في الشخص والغير. كنركز وكنشوف مثلا هل الموضوع يتعلق بمفهوم الشخص أم يتعلق بمفهوم الغير، ثم
هل ما سأشتغل فيه يتناول الشخص ككل أو يتناول قضية جزئية في هذا المفهوم الذي تتعدد محاوره؟ كل هذا يجب أن أضبطه، ويجب أن يكون مطروحا بطريقة ذكية ورصينة في المقدمة. إذا المقدمة تضع لكي يقرأ لك السؤال في الإطار الذي ستشتغل فيه. إذا هي الإطار الذي سنشتغل فيه يجب أن يتم في المقدمة. تتحضر فيها المجزوءة، تحضر فيها المفهوم، وتحضر فيها قضية معينة نعالجها انطلاقا من هذا المفهوم وانطلاقا من المجزوءة. كما قلت قد تكون مجزوءة الوضع البشري، وقد يكون مفهوم الشخص إما في طرحه العام وإما قضية معينة. قد تكون مثلا الشخص والهوية أو قيمة الشخص، مهم مسألة معينة. إذن هذه المعطيات يجب أن أضعها في المقدمة، ولكن أن أضعها بواحد نوع من الضبط والدقة ونوع من الرصانة ونوع من الذكاء الذي أشير فيه إلى هاته المفاهيم مجتمعة من أجل أن أقول أنني سأشتغل في إطار هاته المجزوءة. إذن المقدمة تعد خطوة أساسية من أجل أو قاعدة محورية من أجل أن نؤسس لإجابتنا. كل مقدمة يجب أن يضع التلميذ في اعتباره أنها يجب أن تسوق إلى التأطير الإشكالي. معنى التأطير الإشكالي، مقدمة يجب أن تكون بداية لمجموعة من التساؤلات، مجموعة من الإشكاليات التي يضعها التلميذ في اعتباره أو في تقدير أنه سيجيب عنها، وأن التحليل والمناقشة هي إجابة عن الأسئلة الإشكالية. سنختار مجموعة من الأسئلة، تعلمنا أن صوغ السؤال وكيفية السؤال ونختار الأسئلة الجيدة التي تعطي قيمة لإجابتنا. شنو معنى التأطير الإشكالي؟ أي التساؤلات التي سيطرحها علي الموضوع، كان نصاً أو قولة، أو نعيد صياغة السؤال، لأن ملي يعطيوني سؤال أو ملي يكون سؤال راه كيفتحني على واحد الأسئلة جزئية اللي هي تترتبط ضمنياً بالسؤال المحوري موضوع الاشتغال. إذن يجب أيضاً أن أتحرى في الطرح الإشكالي، إما أن أنتقل من إشكاليات عامة وأجزئها إلى إشكاليات صغرى، وإما الذي يحكمني في التأطير الإشكالي هو طبيعة المقدمة التي صغت وهو طبيعة المطلوب. مثلا لنفرض أنني انطلقت في المقدمة من مجزوءة الوضع البشري، مثلا أشرت لها وأنا عندي مفهوم الشخص غنشتغل عليه. أول سؤال طبعا غادي يكون ما الشخص كسؤال جوهر، كسؤال مركزي أساسي. لنفرض أن النص أو السؤال فيه مفهوم الهوية أو فيه مفهوم القيمة أو فيه مفهوم الحرية، ضروري أنني هذه الأسئلة هي اللي غتبني لي الإجابة ديالي، هي اللي أنا بالنسبة لي المصحيح أنا أقدم له مادة معرفية منظمة ممنهجة مضبوطة. تتأثر في واحد لحظات من الاشتغال، ولكنه كنعطيه أنا، هو كيعرف من خلالي، كنقدم له جانب معرفي مرفق بجانب منهجي منظم. إذا لنفرض أنه يشتغل، ضروري أن المفهوم الثاني الأساسي غنديرو مثلا، لنفرض ما الشخص ما الهوية، هي أسئلة بسيطة. ملي كنقول أنني ما الشخص ما الهوية كسؤالين يعني طرحهم عادي، غنحاول أنا من جديد أعيد صياغة هذه الأسئلة. نقدر نقول ما الذي يميز الكائن البشري ويجعله نسيج وحده أو يجعله مختلفا عن الآخرين،
ملي نقول ما الهوية، ما الذي يجعل الذات البشرية متميزة على مستوى ردود أفعالها وسلوكاتها مثلا، يمكن أن نختار نعيد هذه الصياغة. ثم هاد الأسئلة تطرحهم عليا مثلا النص ولا السؤال والقول في عمومه، وتنظيف بعض الأسئلة انطلاقا من المطلوب. هادو سؤالين ماشي بوحدهم اللي غادي يكونوا، إضافة إشكاليات حسب المطلوب. ماشي أنا اللي كنختار الأسئلة، ما أنا مطالبة به هو الذي يحدد لطبيعة الأسئلة التي سأضع. قد تكون 4 أسئلة، قد تكون 5 أسئلة، المهم على حسب طبيعة المطلوب أصوغ إشكالياتي. أصوغ الإشكاليات بنوع من الدقة، بنوع من تكون قابلة للفهم والدقة ومصاغة بطريقة جيدة. وكنعرف أن هذه الأسئلة اللي درت رأى أنا غنجاوب عليها أثناء التحليل والمناقشة. إذن لا كتابة بدون مقدمة وتأطير إشكالي. مفتاح الورقة، مفتاح الإجابة هو هذه المقدمة وهذا التأطير، هذا التأطير الإشكالي. بقدر يعني منو كيطلع يعني كيكون الأستاذ واحد رؤية أو حكم أولي على طبيعة الإجابة. المقدمة كتعطيني منطلق للإجابة، كتعطيني يعني شهية فكرية لكي أقرأ هذه الإجابة. بعد ما غنكمل مثلا هاد العناصر غنحاولوا نديروا واحد المقدمات على سبيل الاستئناس باش تسمعوها، باش تحاول تصوغ انت مقدمة على ضوءها. هي ماشي مقدمة منمطة، نحن لا نعطي أشياء منمطة، تنخلي لك حرية التفكير، نخلي لك حرية الإبداع، حرية أن تتفوق أحيانا حتى على الأستاذ. إذن هذه الإمكانية تنصلها عبر أننا تعلمنا نكتبه، أننا مارسنا الكتابة، أننا عندنا هم ديال أنني يجب أن أصوغ كتابة وموضوعا جيد. إذن بعد التأطير الإشكالي والمقدمة كتجي اللحظة الثانية، وهي لحظة التحليل. ما هي لحظة التحليل؟ لحظة التحليل هي تفكيك مثلا النص، تفكيك لمضمون النص، أن نضع أيدينا على هذا المضمون وعلى مثلا الفكرة الأساسية فيه أو الأطروحة المركزية اللي في النص مثلا، أو أن نفهم مضمون القولة ونحاول تفكيك هذا المضمون. هي لحظة التحليل، هي لحظة شرح، توضيح، مقاربة، إلقاء الضوء. أنا اللي غنقدم المعلومة للأستاذ من خلال لحظة التحليل. التحليل هو اشتغال على هذه الأسئلة اللي وضعت، هو اشتغال على المضمون، اشتغال عليه بفهمه، بتفكيكه، شرحه، توضيحه، مجموعة من الآليات التي سأمارسها في هذا التحليل من أجل أن أوضح المضمون، من أجل أن أجيب على السؤال، من أجل أن أفهم أبعاد القولة. كل هذا يتم في لحظة التحليل كلحظة أساسية من أجل أن نقارب مفهوما فلسفيا ما أو موضوعا فلسفيا ما. إذن تقتضي مني التوضيح والشرح والتحليل والتفكيك، تفكيك للمضمون وقراءة، أن أقرأ أنا كتلميذ، أن أقرأ أنا من خلال اشتغالي هذلك النص قراءتي الخاصة، قراءتي الخاصة التي لن تكون نشازاً، التي لن تكون تجانب الصواب، لأنها مبنية على الفهم، مبنية على أنني درست، مبنية على أنني قريت، مبنية على أنني كونت واحد الحصيلة معرفية، وكونت واحد الإطار منهجي به أشتغل. إذن هي لحظة تنفكك فيها المضمون، تنجاوب فيها على مطرحتم الأسئلة شرحا، توضيحا،
إجابة على كل هذه التساؤلات. حينما أنهي التحليل، هذا التحليل لابد أن أضع النص أولى القولة موقع أو موضع محاكمة، موضع اشتغال، تكون من خلال اللحظة الثالثة والأساسية أيضا، وهي لحظة المناقشة. المناقشة هي فرصة لأن نشتغل على ما أجريناه في التحليل. المناقشة هي فرصة لوضع النص مثلا موضع محاكمة، أو أن ما اشتغلنا عليه في القولة فهمنا أبعادها، نريد أن نقارن هذه الأبعاد، أو أن نقارن ما جاء في السؤال، أو نفهم فهم آخر نص من خلال استقراء التاريخ الفلسفي. المناقشة هي لحظة أنا كنعتبرها محاكمة، محاكمة إيجابية، وهي محاكمة إيجابية تدعوني إلى مثلا استدعاء تاريخ الفلسفة، استدعاء معلوماتي، استدعاء أمثلة، من أجل أن أضع النص في الميزان أو أضع القولة في الميزان. ميزان ماشي أن ترجح كفة الأحسن أو الأسوأ، وإنما أن تؤكد لي اختلاف الفكر الفلسفي، واختلاف لا يفسد مثلا للود قضية، اختلاف المواقف، اختلاف المواقف من أجل أنها تغني النقاش، أنها تفتح أذهاننا أيضا على مثلا أن نكون نحن أيضا رأيا، أن نتعلم بنا الرأي، لأننا فقط لا نشتغل من أجل لحظة وهي دي الامتحان، نحن نشتغل من أجل أن ننشئ إنسان، أن ننشئ مواطن قادر على اتخاذ القرار، قادر على اتخاذ مسافة من الأشياء وإعادة النظر فيها، التساؤل بصددها. حينما يكون رأيا، يكون رأيا انطلاقا من رصين، انطلاقا من منهجية ديكارت، أنه لا يقبل أي شيء على أنه صحيح إلا إذا فكر فيه. إذن هذه لحظة تفكير، المناقشة أعتبرها أنا لحظة تفكير في المضمون، لحظة تفكير من مستويين اثنين. المستوى الأول استدعاء تاريخ الفلسفة. معنى تاريخ الفلسفة أن ندعم تحليلنا بمواقف، موقفين، ثلاث مواقف، قدرتي أنا واطلاعي أنا هو اللي كيحدد طبيعة المواقف التي سألجأ إليها أو سأوظفها، ولكن ليس توظيفا تراكميا، ليس معناه أنني أضيف موقف إلى موقف إلى موقف غير بمعنى باش نقول أنني راني كنناقش معنى راني كنحط مواقف. لا، للمناقشة أو استدعاء المواقف تندير واحد الحوار جدلي بين ما اشتغلت عليه، ما جاء في السؤال أو ما جاء في القولة أو ما جاء في النص، وبين ما تشير إليه مجموعة من المواقف. نقيم واحد نوع من الحوار، واحد نوع من العلاقة الجدلية بين ما اشتغلت عليه وبين المواقف الفلسفية. أول مسألة استدعاء تاريخ الفلسفة، ثم أناقشه باستدعاء ما تعلمته إمكانياتي الخاصة في الفهم، إمكانياتي الخاصة في التقدير، إمكانياتي الخاصة أيضا في أنني أشكل رأيان أو موقفان بصدد قضية ما. إذن كنكون ملي كنوصل للمناقشة كنوصل إلى اللحظة الثالثة من الاشتغال والحاسمة أيضا، ماشي هو وصول في فصل، الموضوع كله عبارة عن وحدة، عبارة عن تركيب، لحظاته مشدود بعضها إلى بعض. ما كنفصلش المقدمة عن التحليل عن المناقشة، بل يجب أن أتدرج بنوع من السلاسة، بنوع من الذكاء، بنوع من الربط، بحيث أنا أقرأ موضوع كوحدة متكاملة،
مفصول في الورقه فقط، هو انني ملي كنطلق نسالي من المقدمه كنتحول الى التحليل، كنتقل الى مثلا سطر جديد كنكتب فيه التحليل، ولكن على مستوى المضمون هو مترابط، هو متراس، بحيث ان المقدمه تسوق حتما الى التحليل، الى المناقشه، الى اللحظه الأخيرة والرابعة هي الخاتمة. لا موضوع بدون خاتمة، لا كتاب، جوج حاجات مسألتان أساسيتان، لا كتابة بدون تصميم ولا كتابة بدون خاتمة. وهي بزاف حنا تلامذ تصميم ما كاينش. شنو معنى التصميم؟ غنقول غنحط أنا عندي ورقتي للوساخ، اشتغالي غيتم كذا وكذا وكذا، كنوضع إطار للاشتغال، تصميم للإجابة. هذا التصميم كيساعدني حتى في ضبط الوقت ديالي. أنا اشتغلت على التحليل ولكن لقيت الوقت مشالي وأنا باقي ما درتش المناقشة. والخاتمة هي بالنسبة لكثير من التلاميذ تتجي غير باش أنا نسد واحد ثغرة، ندير واحد الجملة أو ندير واحد السطر وانتهى الأمر. لا، الخاتمة لحظة مهمة. لماذا؟ لأن يعني لحظة التركيب، لحظة التجميع، لحظة استخلاص لما جاء في هذه العناصر الثلاث، هي تتويج لعناصر الاشتغال مجتمعة. معنى تتويج أن كل شيء داك الشيء اللي درته كان حاول، قدر تكون جوج أوراق، تقدر صفحتان ثلاث صفحات، أنا غادي نلخصه بنوع من الإيجاز ونوع من الاختصار ونوع من التركيب في الخاتمة. ما جاء في لحظتي التحليل والمناقشة يجب أن يتم تركيزه في الخاتمة. غنحاول نشوف كل عنصر على حدة على سبيل الاستئناس، ولكن غنقول أن الخاتمة يمكن أن تفتح إما على قضية جديدة، إما على مجزوءة أخرى، إما يمكن أن أنهيها بسؤال، ولكنها يجب أن تكون منظمة، يجب أن تكون ماشي عنصر فقط أنه غيجي في الأخير ما نهتمش به. كل هذه العناصر أعطيها وقتها من الاهتمام، أعطيها علاقتها، وأنا أكتب بالمحاور اللاحقة باش تكون واحد النوع من التوازن والتكافؤ بين عناصر الإجابة. لا يطغى عنصر على آخر، وإنما لكل عنصر قيمته وأهميته داخل تركيبة، داخل الوحدة التي يشكلها الموضوع. غادي ناخذ واحد فترة ونرجع باش نشوف كل عنصر من هذه العناصر، نقاربه على مستوى الاستئناس ب تصور، هو لتصور تقريبي ليس ملزم، لأن لا إجابة محنطة بمعنى أنني كنهز هذه المقدمة ونقول أصلح لي كل شيء. أنا أتصرف فيها، صحيح أستأنس بها، صحيح أنني أسمعها وأحاول أن أقارن بين معطياتي أنا، يعني هي مجرد يعني آلية لكي أستفيد منها فقط. إذا غادي نأخذ واحد الفترة ونرجع باش نشوفوا كل محور من هاتين المحاور نعطيه رأي، ماشي رأي، غنحاولوا نعطيه منظور عليه، منظور استئناسي. وأنا أكرر أنه استئناسي ليس ملزم، ولكنه استئناسي فقط لتسمعوا كيف يمكن أن نصوغ مقدمة، ما معنى التحليل، نشتغل على التحليل مفهوم، ما كيف أحلله، كيف أصوغ خاتمة. كما أسلفت سنأخذ مجموعة من النماذج، هي فقط نماذج تقريبية، هي نماذج على سبيل الاستئناس وعلى سبيل الاستفادة. قلت سابقا غنبداو محور أو جانب، قلت أول مسألة نعرض لها هي المقدمة والتأطير الإشكالي. لنفرض أن الأمر يتعلق بمجزوءة الوضع البشري وبمفهوم الشخص. هذه مقدمة ليست ملزمة، ولكنها كما قلت على سبيل الاستئناس، على سبيل أن تستفيدوا منها. إذا ما قاربنا مفهوم الشخص فلسفيا
باعتباره قاعدة محورية للوضع البشري. شرط للشخص وشرط الوضع البشري. قلت أنا كنشتغل في إطار الوضع البشري، نجده يتحدد عبر أبعاد متعددة ومتباينة، منها ما هو بيولوجي، سيكولوجي، اجتماعي وأخلاقي، كل هذه عموميات، أبعاد تتداخل جميعها في تشكيله، وتطرح في الآن ذاته مجموعة من الإشكاليات التي تعلن على أن هذا المفهوم ليس من المفاهيم التي يمكن مقاربتها بسهولة، بل إن تعدد وتنوع محددات مفهوم الشخص تفتح على أكثر من إشكال، تفتح على أكثر من إشكال. من بين هذه الإشكالات إشكال ما يحدد أنا الشخص، أنا ما قلتش الهوية، قلت ما يحدد أنا الشخص، على اعتبار تنقول ضمنياً أن الهوية هي الأنا، هي أنا الإنسان، وبصورة أدق هويته. ولعل هذا الإشكال هو موضوع النص أو القولة أو السؤال أو القولة أو النص أو السؤال. إذن ولعل هذا الإشكال هو موضوع، ومن هنا نطرح التساؤلات الإشكالية التالية. غنجي للطرح الإشكالي، تساؤلات الإشكالية التالية، طبعا راه غنرجع للسطر وغادي نكتب. ما الشخص كما قلت سابقا؟ ما الهوية؟ ما الذي يشكل جوهر الهوية؟ إذا لاحظ هذا السؤال، هذا راه الأسئلة يجب أن تنم عن فهم. لاحظ هذا السؤال، إذا اعتبرنا الهوية تركيبة من المحددات، لأنني كما أسلفنا سابقا في الدرس حينما أقول الهوية أقول التفكير، أقول الشعور، أقول الإحساس، أقول لا شعور، أقول الإرادة. إذا اعتبرنا الهوية تركيبة من المحددات على أساسها يتميز الشخص، فما المحدد الذي يعتبره صاحب النص؟ أنا اعتبرت النص، يعتبر صاحب النص مسؤولا عن تميز الشخص. ثم هادو أسئلة عامة تتعلق بالهوية وتتعلق بالشخص، ما يمكن ليش نضيف، لأن الإضافة تأتي انطلاقا من المطلوب. إذا قلت ما الشخص، ما الهوية، ثم قلت كيف ينظر السؤال ولا القولة أو النص لهذه الهوية. كاين ملاحظة أساسية أخرى، إما أنني كاين واحد السؤال مركزي آخر، إما أنني كنحطه كآخر سؤال في الطرح الإشكالي، لأن الطرح الإشكالي يجب أن يكون متدرجا. لنفرض أن الأمر يتعلق بالنص، ما يمكنش ندير السؤال رقم اللي خاصه يكون رقم 4 هو رقم 1 أبدا، خاصني كندرج في الفهم وكندرج في أفكار النص وفقراته، كذلك تتدرج أسئلتي. كاين سؤال هو يجب أن يكون هو سؤالا أخيرا، وهو سؤال تقويمي، إما أنني كنحطه وأضعه في آخر النص، وإما أفتتح به المناقشة. أفتتح به المناقشة مثلا مثال، هل استطاعت وجهة نظر صاحب النص أن تحيط بمفهوم هوية الشخص؟ غنعاوده، هل استطاعت وجهة نظر صاحب النص أن تحيط بمفهوم هوية الشخص؟ يعني هذا الشيء اللي جاني في النص، واش مثلا حينما تحدث لي صاحب النص على الهوية من خلال التفكير مثلا وبحال تصور ديكارت، راه هذا لا يغطي مفهوم الهوية، هي تركيبة من العوامل. إذا باش كان أنا نمهد لراسي في النقاش وغنقول أنها تشير إلى كذا، أنها هي كذا وكذا، كنحط هذا السؤال إما في آخر الإشكاليات وإما أفتتح به المناقشة. إذن هذا بالنسبة لعنصر المقدمة. غنجي لعنصر التحليل. عنصر التحليل أنا باش ننوع اختاريت أنني نشتغل فيه على الغير، ونشتغل فيه مثلا على العلاقة مع الغير. غنبدأ تحليل مثلا، فرضا حطيت وضعت الأسئلة، ما الغير، ما طبيعة العلاقة، المهم صياغة الأسئلة هذه كتبقى خاصة وكتبقى تدربنا عليها وتعلمناها. غنجي إلى بداية التحليل، وهو أيضا غير ملزم، غير باش نسمعه
فقط باش ناخذوا فكره. الأنا المعزول لا وجود له، بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش في العالم بمفرده، لا يمكن أن يعطي لوجوده معنى هو فقط كشخص. الأنا المعزول لا وجود له على اعتبار أن الكائن البشري وانطلاقا من مختلف المحددات لماهيته لا يمكن أن يتواجد في إطار وحدة وعزلة، بل إن الغير يعد ضرورة أنطولوجية. شنو معنى ضرورة أنطولوجية؟ ضرورة وجودية، أنا وجودي يتحدد عبر الغير. ضرورة أنطولوجية تكمل وتغني وتسد احتياج الذات الفردية على المستوى المادي والعاطفي والفكري، وكل هذا إنما يتم في إطار شبكة من العلاقات، لأنني أريد أن أتحدث عن العلاقة مع الغير بما يحيل عليه مفهوم علاقة من تبادل وتواصل وإقبال على الغير وتعاطف معه واستدماجه في تجربة الذات، كما يمكن أن يطبع هذه العلاقة الإقصاء والنبذ أحيانا، ذلك أن علاقة ذات غير تبنى بأشكال ومستويات عدة. هذا التحليل، رد البال. ماذا سأضيف؟ وما موقف صاحب النص إلا إشارة وتوضيح لنموذج من هذه العلاقات. نفرض أن النص ولا السؤال يتحدث عن الصداقة، إذن شوش قلت؟ وما موقف صاحب النص إلا إشارة وتوضيح لنموذج من هذه العلاقة، حيث يبين إما يوضح إما يشرح إما يستعرض إما يدافع، كاين صيغ متعددة. ذلك أن الغير في مماثلته للذات، لأن الغير يشبهني ويختلف عني، في مماثلته للذات ومغايرته لها، بالرغم من أنه براني، براني يعني يقيم خارج الذات، براني عنها، إلا أن هناك ضرورات متعددة تفرض أن يقيم معها جسور علائقية تواصلية. وغادي نشرح شنو جاء في النص ولا في السؤال ولا في القولة بنوع من التركيز. إذن هذا التحليل. غندوز المحور الثالث وهو المناقشة. مناقشة يجب أن تكون استعمالي للمواقف وتوظيف لها مضبوط. أنا غنعطيكم واحد الصيغ تختار منها أو تستأنس بها لبداية المناقشة. الصيغة الأولى: تتعدد المواقف الفلسفية وهي تقارب مفهوم الشخص مثلا، ولا مفهوم الحقيقة، ولا مفهوم الدولة. تتعدد المواقف الفلسفية وهي تقارب مفهوم من المفاهيم، وليس ما جاء في النص أو القولة أو السؤال إلا منظورا له مرجعيته الخاصة. فإلى جانب صاحب النص أو موقف كذا يمكن أن نضيف وندير وحدك المواقف اللي أنا بغيت نوظفها. هذه صيغة. الصيغة الثانية: إلى ما اختارتش هذه الصيغة تتعلمني شي أشياء، إلى ما درتهاش نديرها نقدر نصوبها أنا. الصيغة الثانية: يقوم الفكر الفلسفي على الاختلاف ويتمنه، فنظراً لطبيعة القضايا التي تهتم بها الفلسفة وخصوصية هذه القضايا، نجد المواقف تتباين بصددها، وهو تباين مشروط بالخلفية المذهبية والتاريخية للفيلسوف. ومن قلب هذا الاختلاف، يعني من عمقه من ضمنه، نشير إلى، نجيب عود المواقف ديالنا. الصيغة الثالثة: إذن لما كانت الصيغة الأولى، الصيغة الثانية، وإلا ما كانوش هذه الصيغتين، نستأنس بالصيغة الثالثة. إن موقف صاحب النص أولى: إن ما جاء في القولة أو السؤال والمتعلق ب داك الشيء اللي اشتغلنا عليه، نجده يتماثل ويتوحد في الاهتمام مع مجموعة من الفلاسفة أو المفكرين نشير منهم إلى.
هذا فقط ما غنجيش هكذا راس المناقشه، كنبداها كندير واحد التمهيد باش غنبدا المناقشه باش غنجيب المواقف ديالي. بقات لي فكره عن المناقشه، غنعطيكم صيغه ايضا استئناسيه. لقد اختلفت اراء الفلاسفه، انا قلت نشتغلوا على معرفه الغير. معرفة الغير طرحناها سابقا، هناك من يرى أن المعرفة ممكنة وهناك من يرى أنها مستحيلة، أو إن لم تكن مستحيلة هي صعبة. لقد اختلفت آراء الفلاسفة بين مؤيد لإمكانية المعرفة وبين معارض لها. من الأول قلت هناك من يؤيد وهناك من يعارض، ولعل الاختلاف يبرر باختلاف المرجعيات المذهبية والتفسيرية للفلاسفة. إن هذا التباين والاختلاف يضعنا كقارئين للنص أو للسؤال أو للقولة، لأنك معنى قارئ مش فقط تقرأ السؤال، لا، تقرأ بمعنى أنك تشارك أنت برأيك، تستوعب تفهم وتدلي برأيك. كقارئين للسؤال للنص للقولة في حيرة من اختيار أي موقف ذو مصداقية في التفسير. يعني إحنا أمام مجموعة مواقف كتقول أنني أنا تحطني هذه المواقف في حيرة، أيها أكثر مصداقية، هل الذي يقول بأن معرفة الغير ممكنة أو الذي يقول بأنها مستحيلة؟ إن مسألة الحسم في إشكال معرفة الغير واعتمادا على ما تمت مقاربته في التحليل واعتمادا أيضا على ما جاء في المواقف الفكرية ليس أمرا سهلا، بل يستدعي منا أن نعرض لبعض المواقف المؤيدة لإمكانية المعرفة. نهضر أولا على لكي يقول لي أن المعرفة ممكنة، لإمكانية المعرفة على اعتبار أن الضرورة الحياتية. قلنا سابقا في الدرس ما يمكن ليش نقدر نكفي راسي وحاجياتي الحياتية بمفردي، إذن على اعتبار أن الضرورة الحياتية ومستوى الاحتياج للغير وخصوصيتنا الاجتماعية تفرض أن نعرف الغير ونتعرف عليه، مسخرين كافة الآليات المعرفية من تواصل وتعاطف وانفتاح على الغير وتفاعل معه في رغبة للاقتراب منه والانفتاح على عوالمه لكي يتحقق التواصل في بعده الاجتماعي والإنساني. في هذا الإطار نستحضر موقفة، كندير واحد مجموعة مواقف. أنا هنا في المعرفة أشرت إلى موقف شيلر الذي يؤمن بإمكانية معرفة الغير باعتباره كلا ووحدة غير قابلة للتجزئة، وموقف ميرلو بونتي الذي يعتبر إمكانية المعرفة متاحة من خلال التواصل والتعاطف الوجداني والإنساني وتبادل الاعتراف بين الأنا والغير مع احتفاظ كل ذات بخصوصيتها. أنا غنكتفي هنا رغم أن عندي غنكتفي بهذين الموقفين كموقفين يؤكدان ضرورة إمكانية المعرفة. غنتقل، لأن هذه مواقف كتقول أن معرفة الغير ممكنة، وغنتقل غنرجع للسطر تاع الكتابة ستكون منظمة. في مقابل هذه التصورات والآراء الفلسفية التي تؤمن بإمكانية المعرفة تحضر مواقف أخرى نعرض منها على سبيل المثال للحصر إلى موقف غاستون بيرجي الذي يرى أن بين الذات والغير هوة لا تعبر. هو يعني واحد بحال حفرة ما يمكن ليش أنا نجتازها، ما يمكن ليش نوصل للغير لكي أعرفه، هوة لا تعبر وجدارا سميك يجعل كل ذات تتقوقع داخل حميميتها وتحمي بها نفسها بعيدا عن الذات الأخرى. هكذا تختلف الأطروحات الفلسفية بصدد إشكال معرفة الغير، وإشكال لا يمكن مقاربة مفهوم الغير في غيابه، إنه إشكال
المعرفة، ومهما كانت طبيعة هذا الاختلاف، ضروري غندير واحد استخلاص من هذه المناقشة، ومهما كانت طبيعة هذا الاختلاف فإن كل موقف يلامس جانبا من هذا الإشكال خاصة، ومفهوم الغير عموما كمفهوم وازن في مجزوءة الوضع البشري. بديت بالوضع البشري وانتهي به في مجزوءة الوضع البشري، يمكن أن تؤكد أهمية وحضور ووجود هذا الغير، لأن في حضوره اعتراف وشهادة على وجود الأنا. غير نسعى جاهدين من أجل إقامة علاقة معه، معتمدين وسائل وآليات معرفية شتى، قد تحصل هذه المعرفة وقد لا تحصل وقد تعلق. إذن هذا مستوى من مستويات المناقشة. إذن تقديم الطرح الإشكالي، تحليل المناقشة، بقى لي عنصر أخير وهو الخاتمة. اخترت أنني منصوش لكم خاتمة لأسباب منهجية. ملي كنشتغل أنا في التحليل، اللي كيخليني نشتغل وني براسي في الاشتغال هو ما أنا مشروط بمقدمة وإشكاليات. أنا افترضت هذه الإشكاليات وافترضت المجزوءة ولا المفهوم واشتغلت عليه. بالنسبة للمناقشة أيضا يمكن لي أنا نصوغ هذه المناقشة على اعتبار أنني اعتمدت تاريخ الفكر الفلسفي وجبت واحد مواقف، ولكن الخاتمة أنا غنخليها هكذا لاختيارنا، اللي ماشي فقط الاختيار وإنما اختيار مشروط أيضا بالمطلوب مني. أنا ما عارفاش هذا المطلوب، ما عارفاش هذا المطلوب، والخاتمة هي تتويج لما جاء في التحليل وما جاء في المناقشة. إلى غنسو خاتمة خصني نبدأ الموضوع من المقدمة والتأطير الإشكالي والتحليل والمناقشة، عاد غنوصل الخاتمة. الخاتمة هي نتيجة، هي نتيجة لما تم في هذه اللحظات. لهذا غنخلي أنا الخاتمة قراءات متعددة مشروطة بما جاء في اللحظتين الأساسيتين أو في اللحظات الثلاث الأساسية تتفتحني على الخاتمة. يستحسن أن الخاتمة نفتحها كيف قلت لكم على مجزوءة، على قضية، على مسألة تطرحها الواقع المعيش، ويمكن أيضا أن أنتهي بسؤال. أتمنى أن تكون هذه الخطوات قدمت ورقة للاشتغال تقريبية لما سنشتغل عليه. أتمنى أن تجدوا فيها ما ينقصكم وأن تستفيدوا منها وأن تستأنسوا بها، وأستودعكم الله إلى لقاء قادم في مجزوءة أخرى.